المواقع الإلكترونية بأنه اقتل في أمام ساحة منزل من على دراجة نارية قام بها أولئك المنقلبون على الشرعية الدستورية وعلى ذلك التوجه الخاص من كل أبناء هذا الوطن، وفي مقدمتهم أولئك الذين يصطحون بالكلمة ويتجهون نحو إظهار الواقع لكل أبناء اليمن. طبعا مشاهدي الكرام، نحن نكرر ونكرر بأن ما تناولناه حول طلال الخطيب هو من خلال تلك المواقع الإلكترونية وصفحات الفيسبوك التي تناولت اليوم هذه الحادثة وهذا الاغتيال الشنيع والجريمة البشعة. نحن نطرح بهذا الشكل ليس إلا من منطلق أن نتوقف عند ذلك الثمن الغالي والنفيس للدم اليمني الذي يسفك بهذه الصورة وبأشكال ربما تابعناها من خلال فترات الأزمة بشكل همجي ووحشي.